شخص دهس طفلا ومات، ماذا يجب عليه من الصيام؟ وهل يكون الصيام متتابعا أو متفرقا؟ هو الكلام بالصيام فقط، الكلام في الدية والكلام في النظر في الحادث ما هي أسبابه، هذا يرجع فيه إلى المحكمة، إلى المحكمة الشرعية، ومن باب الحكم العام يكون عليه الدية ويكون عليه الكفارة، لأنها نفس احترمه.